الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأفاضل، لازلنا مع علاج المظهرية الجوفاء، واليوم نقف على معين يعين المرأة على تجاوز هذه الظاهرة وغيرها من الأمراض، ألا وهو تدبر القرآن الكريم. هذا التفكر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة التي مدارها على العقل وعلى القلب، الواجب على المسلم وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى أن يستحضر سمعه وعقله وقلبه، فيقرأ بلسانه قراءة صحيحة سليمة مجودة لا لحن فيها ولا خطأ، ويستحضر القلب الخشية والتدبر والتدبر، والعقل دوره التأمل ودوره التفكر. أيها الأحبة الأكارم، تلاوة القرآن الكريم وقراءته عبادة، والعبادة لا غفلة فيها. من كان عابدا لله سبحانه وتعالى متقربا إلى الله بهذه القراءة والتلاوة، فلا بد أن يستحضر الخشية، ويستحضر الخوف، ويستحضر الرغبة لله سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى داعية لذلك وآمرة به: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها المبارك، احرص كل الحرص أن تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تستحضر معانيه بإعمال العقل والفكر والنظر إلى العواقب. أيها الأخ الكريم، وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، استحضر نداءات الله عز وجل للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. نداءات الله عز وجل لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداءات الله لهذا الإنسان، لهذا المكلف، لهذا العاقل: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الأحبة الأكارم، هذه العبادة، عبادة التدبر، من أعظم العبادات. قد يقول القائل: نحن نقرأ كتاب الله عز وجل ونكثر بنا الختمات نستحضر فيها الأجر والثواب. نقول: لا بأس بذلك، لا بأس بالختمات الحرفية يحصل بها المرء الأجر والثواب، ولكن لا بد أن تكون للإنسان ختمة تدبر، يقف على الآيات، يقف على مطالعها، ويقف على فواصلها ويتدبر، فحيثما انتهت الآية لعلهم يتذكرون، لعلهم يعملون، لعلهم يعقلون، لعلهم يبصرون. وفيها نهايات هذه الصور عودة إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى، يجعل المرء نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يتلو كتاب الله. فكلما مر عليه أخبار الأقوام السابقة اتعظ واعتبر، أحوال المكذبين الذين أمرهم الله باتباع أنبيائهم ورسلهم كيف كانت عاقبتهم، يمر بالأمر فيأتمر
يمر بالنهي فينزجر، يمر بآيات النعيم والجنات فيقبل على ربه ويسأل الله من فضله ويدعو الله أن يكون من أهل الجنان، يمر بآيات الوعيد وآيات العذاب فيخاف ويخشى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل ربه ألا يكون من أصحاب الجحيم. أيها الأحبة الأكارم، كتاب الله عز وجل ليس كتاب قراءة وتلاوة فقط. قال الله سبحانه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن له صور عظيمة، قد تهجر تلاوته وقراءته، وقد تهجر أحكامه، وقد يهجر العمل به، وهذا هو أعظم شيء. أخي المبارك، هذا الكتاب منهج حياتي، به نجاتك في الدارين في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لن يشقى قلب، لن يشقى بيت، لن تشقى أسرة، لن يشقى رجل أو امرأة دخل القرآن قلبه أو قلبها. كان القرآن منهجا لحياتهم في كل معاملاتهم في كل أحوالهم، يعرضون على أنفسهم على القرآن، يجعلون القرآن مرآة عاكسة لأقوالهم وأفعالهم. أيها المبارك، أختي المباركة، وأنت تتلون أنت أو هي تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، يعرض المرء نفسه على كتاب الله، أين نحن من أوامره؟ أين نحن من نواهيه سبحانه وتعالى؟ فليعد منا الواحد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم أن قراءة آية واحدة بتدبر وتأمل أفضل من قراءة القرآن بدون تدبر، وهذا إشارة إلى هذه المعاني، وليس المقصود به أن نترك الختمات الحرفية لما فيها الأجر والثواب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن ولا تنفروه نفر الدقل، بمعنى الدقل ذلك التمر الفاسد، ولا تهذوه هذ الشعر، اقرأوه وقفوا على عجائبه، وعليكم أن تحركوا قلوبكم بالقرآن، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. أيها المبارك، وأنت تقرأ في كتاب الله وأنت تتصفح صفحات الكتاب العزيز، لا يكون همك مجردك أن تنتهي من الصورة أو من الثم أو الربع أو الحزب أو غيرها من الأمور، لا بد أن تتحرك القلوب، لا بد أن يكون حالك حال أسلافنا رضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: كانت تتنزل الآيات العشر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوزوهن حتى يحفظوهن ويعملوا بهن، فجمعوا بين العلم والعمل. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.